كل شخص بيتميز من التاني وبيتميز من وراء شخصيته ومن وراء خبرته بالحياة. يلي بيميزنا هو انه انا شخص كتير دبلوماسي، ما بحب الخصامات بين الناس. مايا وميرا، وما بعرف وينه مارسيل. اثنيناتهم تعبوا، اثنيناتهم اجتهدوا، بس وحده بس منهم رح بتفوز باللقب. وحده ملكه وواحده وصيفه اولى. بدنا نشوف اكيد التصويت لمين رح بيكون. ملكة جمال لبنان للعام 2018 مايا رعيدي.